اشرح لي خطتك تاني يا نور. الموضوع باختصار يا رامي ان زهرة نسيت موبايلها في محل الهدايا، وعم سعيد صاحب المحل حط الموبايل مع اللعب اللي اشتريناه، وموبايل زهرة انا عامل له تتبع من موبايلي. ولو عرفنا موقع موبايلي نبقى كده وصلنا لمكان اللعب والزائرة الفضائية. ها قربنا نوصل. الشارع الجاي يمين. متأكدين ان محدش شايفنا؟ لا الطيارة في وضع التخفي. احنا دلوقتي فوق عربية عم المنصور، مش هنعرف نتعامل وسط الشارع، محتاجين ندخل شارع جانبي هادي. طيب اسبق بخمسين متر. ايه ده نور؟ اقف يا عم منصور. في ايه يا نور يا ابني؟ مفيش وقت للتفسير. زي ما تحب، هسبقك انا على الملجأ. مع السلامة يا عم منصور. هي ما بتتحركش ليه؟ مش عارف، جهاز التشخيص مش قادر يحدد سبب الخلل. لأن شكلها وتركيبتها غير البشر. يلا ناخدها أقرب مستشفى. للأسف مفيش دكتور يقدر يعالج كائن من النوع ده، ولا الأدوية بتاعتنا تنفع لها. نفذت الطاقة، نفذت الطاقة. لا حرام، الكائن الجميل ده يروح مننا. احنا أسفين، اللي حصل لك ده سببه إنك جيتي كوكبنا، كنت أتمنى نستقبلك بطريقة أحسن من كده. خدتوا بالكم اللي حصل؟ الطاقة بترجع لها تاني، وحرارتها بدأت ترجع لها. أنا فين؟ في الجيزة. أول مرة أسمع اسم الكوكب ده. الجيزة محافظة في مصر، الكوكب اسمه كوكب الأرض. ده اللي كان خارج منه الطاقة السلبية؟ افتكرت. وغالباً ده سبب ضعفك. انتي اسمك ايه؟ اسمي فرحة، من كوكب السعادة، وجيت علشان امنع الطاقة السلبية من انها تزيد وتنتشر. بس انت رجعت لك طاقتك ازاي يا فرحة؟ مش عارف. ده حصل لما نور لمس راسها. فعلا نور جواه طاقة ايجابية كبيرة، محتاجة افضل معاكم هنا لحد ما طاقتي ترجع لي. يبقى لازم تيجي معانا الملجأ. اسمحولي اوصلكم، وهناك هنعرف نتكلم براحتنا ونشوف ازاي نقدر نحارب الطاقة السلبية على الارض. زي ما انت شايف المكان قايم على تبرعات الناس، وانا وزهرة من ضمن المتطوعين، بنيجي يوم في الاسبوع وبنساعد في شراء الحاجات المطلوبة، وساعات بنشارك في عمل حفلات وإيفنتات رسمة او حفلات غناء او مزيكا. لو كل الناس على الارض اتصرفت بنفس الطريقة دي اعتقد هيكون في امل. هنا بنعمل ستيج، لو بنجهز يعني المسرحية، نفس المكان بنعمله مرسم، وساعات مكان لعزف فرقة المزيكا. ده مجهود ضخم بس سهل لاننا متطوعين كتير والشغل بيتوزع علينا كلنا. نور في خبر وحش. هراجع عدد الهدايا علشان اتاكد انها نفس عدد اطفال الملجأ. تحب اساعدك؟ المهمه سهله، دقيقه وخلص. ما تاخديش الايس كريم بتاعي تاني يا لارا. بس ده الايس كريم بتاعي انا، انا اللي باكل ايس كريم المانجا. انتي بتاكلي فراوله. بس انا المره دي هاكل ايس كريم بطعم المانجا. بتتخانقوا لي تاني يا ادهم انت ولارا؟ لانها بتحب تاخد حاجتي. لا هو اللي بيحب ياخد حاجاتي. طيب ما تتخانقوش، جبنا لكم هدايا بتحبوها، شوفوا هتختاروا ايه. انا هاخد العروسه دي. لا انا اللي هاخدها. بس العرايس للبنات مش للولاد. ده دب مش عروسه، يعني ينفع للولاد. بس انا مش دب ولا عروس. ايه ده، دي بتتكلم. اعرفكم على صديقتي فرحه من كوكب السعاده. هو انت ما تعرفيش الاخبار الجديده؟ اخبار ايه؟ الملجأ هيتقفل. يتقفل؟ ايوه، والولاد هيتوزعوا على ملاجئ تانيه. ازاي؟ الاطفال هنا زي الاخوات، حرام نبعدهم عن بعض. للاسف مفيش حل تاني. مبنى الملجأ حد اتبرع بيه زمان للاعمال الخيريه، لكن الارض كانت محل خلاف بين المالك وبين رجل اعمال اسمه نبيل، بيقول ان الارض ملكه. وطبعا مشكله من النوع ده بتاخد سنين لحد ما تتحل. 3 سنين في المحكمه، ومن كام يوم صدر الحكم لصالح رجل الاعمال. طيب هو نبيل ده مش ممكن يحافظ على نفس النشاط ويتبرع بالارض للاعمال الخيريه؟ للاسف رفض يعمل ده، حقه طبعا. يعني اولاد الملجأ هيروحوا فين؟ عندنا مهله اسبوع نخلي المكان، وبعد الاسبوع هنوزع الاولاد، كل 5 منهم هيروحوا ملجأ مختلف. اكيد في حل. مس هايدي انا عايز طريقه نتواصل بيها مع صاحب الارض. الكرت بتاعه في مكتبي، ثواني. تعالوا بسرعه، فرحه تعبت تاني. زي ما توقعت فرحه بتتاثر بالطاقه السلبيه. طول ما انا في حاله ضعف مش هقدر استخدم اسلحتي.
هي الأزايز دي تبقى أسلحتك؟ أيوة، العدل والخير والجمال. بس دي ما تبقاش أسلحة، دي وسيلتي لمحاربة الشر، لكن زي ما قلتلكم مش قادرة استخدمها علشان أخلي الناس يتعاونوا عشان الملجأ ما يتقفلش. رامي، أنت قلتلي بتقدر ترصد الطاقة السلبية والإيجابية. أكيد. يعني نقدر نخزن الطاقة الإيجابية عشان فرحة تستخدمها؟ لا، الموضوع مختلف، دي طاقة نفسية ما نقدرش نتحكم فيها غير بطريقة واحدة، إننا نعمل درع يبعد عننا. درع يبعد عني الطاقة السلبية؟ في الحالة دي هستعيد قوتي من تاني. طيب طيب، أنا رايح الطيارة أشوف أقدر أنفذ الفكرة دي إزاي. ما تخافيش يا فرحة، كله هيبقى تمام. هروح أشوف ميس هايدي عملت إيه. نبيل بيه، شكراً على وقت حضرتك. أقدر أساعد بإيه؟ بنكلم حضرتك من الملجأ اللي هيتقفل. أها، فهمت. زي ما أنتوا عارفين إني رجل أعمال وتاجر، وبالنسبة لي أرض الملجأ تسوى فلوس. كنا عاوزين نعرف من حضرتك هتتصرف إزاي؟ أنا بلغت مدير أعمالي وقف الشغل لمدة أسبوع لحد ما تخلو المكان. هو حضرتك بتتبرع للأعمال الخيرية؟ أيوة، طول الوقت. أنا لسه باني مدرسة السنة اللي فاتت، بس حالياً محتاج سيولة علشان مشروعي الجديد. هي أرض الملجأ قيمتها كام؟ حوالي 3 مليون جنيه، بتسأل ليه؟ يعني لو جمعنا مبلغ 3 مليون ودفعناه لحضرتك هتسيب لنا الملجأ؟ لا، 2 مليون ونص كفاية جداً، وأنا متبرع بالنص مليون. ده كرم بالغ. عندي طلب صغير، تستنى علينا أسبوعين مش أسبوع. رغم ان قسط البنك بيقرب، لكن مفيش مشكله نخليها اسبوعين. بس انت واثق انك في خلال المده البسيطه دي تقدر تجمع المبلغ؟ ايوه واثق. يا ترى نور واصدقائه هيتصرفوا ازاي؟ خساره تعبنا كله يروح على الفاضي. احنا محتاجين وسيله الناس تعرفنا بيها. خلينا نشوف في الحلقه الجايه.